الوداع، يعني احنا على مشارف الانتهاء. بالظبط. فوداعا 22، ايه اللي كل برج ما ياخدوش معاه من 22؟ فعلا في كل برج حصل معاه حاجات في 22 مش من المستحسن او المفضل انه ياخدها معاه في 23. هنبتدي ببرج الحمل. تمام. برج الحمل كان معاه خيبه امل كبيره جدا جدا في 2022، خاب امله في حاجات، كان عنده نظره تشاؤميه كتير في شهور كتيره جدا جدا. فانا بنصح مولود الحمل انه يسيب خيبه الامل ويسيب النظره التشاؤميه ويدخل 2023 يسيب تفاؤل. السلبيات، يسيب يحب الحياه كده، ده حقيقي، يسيب المشاعر السلبيه كلها. الحمل يترك خيبه الامل، الحمل وخيبه الامل مع بعض بالظبط، قافيه وعروض. وحاجه تانية، مش عايزاه يعمل حاجه، بلاش ياخد قرارات اندفاعيه من غير ما يفكر، وقرارات غير مدروسه، يا ريت يدرس كل قرار قبل ما ياخده، لانه مندفع جدا، كان مندفع جدا في ردود فعله. فرمل الاندفاع يا برج الحمل، يا ريت قبل ما كده تدخل 23 تسمي الله على تسيب هدوء كده. بالظبط. المولود الثور، عايزه اقول لمولود الثور حاجه بقى، حب الماده او الدفاع عن الماده هيخليك تاخد بعض القرارات الماليه والماديه في 2023 قرارات خاطئه. أوه. يعني يتسبب له خساره، بلاش يدخل، يعني هو شويه في الثور عنده بيدافع عن الماده يعني ما يخشش 23 حروب بكل فوكس على الفلوس. بالظبط، ده حقيقي، لان هتخسره صحته، هتخسره اعصابه، هتخسره ناس غاليه. يعني ما يحاربش على ميراث، ما يحاربش على مشروع، ما بلاش محاربه على اي حاجه ماديه، لان المحاربه دي هتطلع منها خسران صحه، خسران ناس، خسران حد من عيلتك. ما تحاربش على الفلوس، ما عشان هتخسر، هتخسر صحه واصحاب واهل وحاجات كتير. بالظبط. وبلاش يدخل مشاريع مش حاسبها برضو كويس، يعني ياخد قرارات في الفلوس متأنية. الجوزاء يقلل من العشوائيه في شكل الحياه شويه، بلاش الجوزاء السنه دي كان كل حاجه يدخلها يقول يعني يلا زي ما تيجي تيجي، ايه اللي هيحصل؟ لا، العشوائيه دي لازم بعد كده تبقى مدروسه شويه، بلاش ما يدخلش بيها، وبلاش المزاجيه اللي مش محسوبه دي، ما تتعاملش مع الناس بمزاجيه كده شديده، لان هتخسرك. الجوزائي مزاجنجي. ده اللي هيحصل. ويدرس يعني الجوزاء في داخل 23 اي حاجه ادرسها شويه، بلاش بالورقه والقلم. بالظبط، بلاش عشوائيه. ده الجوزائي نفسه ساعات ما بيكونش فاهم نفسه، هو يعمل التصرف ويدخل العلاقه. صح. ويدخل القرار وبعدين يقول هو انا عملت كده، ايه اللي خلاني وداعا للعشوائيه. بالظبط كده. مولود السرطان، ايه اللي المفروض يسيبه في 2022؟ السرطان. أيوة. اسمع لصوت عقلك شويه، يعني بلاش تسيب العنان لقلبك كده، مش قلبك اللي اختار الشخص ده ولا ده فهسيب قلبي، لا، نفكر شويه وخلي صوت عقلك، وبلاش حساسيتك المفرطه. سوير، بلاش الحساسيه المفرطه جدا جدا. يعني مش عارفه ازاي بس تمام، يعني حسن الحساسيه المفرطه. بالظبط. وغير كده والحاجه الاولانيه للعقل، بلاش كل حاجه، بلاش مشاعر طول الوقت، بلاش كل حاجه، اصل ده احنا قصدي ده طيب، بلاش قلبي دي حاجه اصلها لأ. كويسه، اصلها طيبه. بالظبط. اصلها ما عملتليش حاجه، يعني نحكم. انت ما شفتيش منها حاجه يا شيخه، تخمي ما بتقهاش انت كده، ده انت طول الوقت ندي مساحه لعقلنا شويه. ما هو على العكس، ده راح اقوله، ده راح اقول العكس. موقف هجومي من كل ال، والله ما موقف هجومي يا بنتي، هي اللي شايفاني انا كل بخش اقول لا ابوس ايدك مش طايقاها، او فك، او ابوس ايدك فكري في القلب ده فعلا. انت زي دايما كده، انت دايما تاخدي موقف، وحاولي تركزي في اختياراتك، لان دايما اختيارات السرطان بتبقى غلط وبيقع في الخطا اكتر من مره، يعني بيقع في الخطا وبيعيده تاني، فالسرطان لازم يعيد انتاج الخطا ببراعه. ايوه، السرطان يعيد انتاج الخطا مدى الحياه. صح، والله العظيم. طبعا كل السرطان اللي بيسمعونا مع سهير لازم ليه بقى؟ أنا عايزة أسأل، بيقع في الخطأ، إيه المشكلة في البرج ده إنه يعيد إنتاج الأخطاء؟ هقول لك ليه، لأنه هو مش بيدي مساحة قلبه، هو قلبه المتحكم، طالق العنان لقلبه. لا، هو طيبة مفردة. طب ما هو طيب، وحساسية مفردة وطيبة مفردة وحسن نية في الآخرين، فالكلام ده كله بينتج اختيارات خطأ وبتتكرر. فده لازم ندخل 23 سايبين الكلام ده في 22، او مقللين، مش هنسيبه عشان بعد خلاص. الاسد جزينا على كل موجود، الاسد لازم حلو. يستمع جيدا
للاخرين، ما يسمعش صوت نفسه بس. الاخرين عايزين مصلحتك، ما ينفعش الاخرين مش اعداء كلهم، فلازم يسمع بتعمل منشن ولازم يتعلم يجي على نفسه شويه ويتنازل ويبادر. يعني تعال على نفسك شويه، خليها عليك المره دي، مش كل حاجه ما تجيش عليك. تاني حاجه، باين انك فاهم الاسود فيهم حاجه، وكانوا التجربه دي عملوها في 2023، هما فاهمين كل حاجه بس مبينين انهم مش فاهمين. لا، باين انك فاهم. اما تكون فاهم يا اسد قول انا فاهم، بلاش تعمل انك مش فاهم، بلاش تعمل انك مش فاهم خلاص. فدي مش عايزاه، مش هتفيده في حاجه في 2023. العذراء العذراء وانت داخل بقى انا في 2023، بلاش نفكر في الماضي كتير، بلاش نقعد نعيد الذكريات نقول ايه كل تفصيله، اصل ده حصل كذا فلازم لو انا ما كنتش حذر شديد كذا. ما كنتش بلاش نجيب الماضي. تاني حاجه، قلل تفكيرك في كل كبيره وصغيره. العذرائيين كلهم ازاي يا اختي؟ لا لا، بلاش كل لفته وكل كلمه وكل نقطه وكل مش، ما ينفعش، لانك بتستهلكي كتير. ادي العكس صغير، صدقتوا مين بالله، ادي المساحه. انا ساعات كتيره جدا من كتر ما اللي انت بتقوليه ده صح. انت نايمه بتفكري، انا وانا نايمه ممكن افتكر هس او حركه لحد انا بفكر اتعملت قدامي لفتة. ايه ده؟ ده كان قصده ايه؟ واقعد بقى طول الليل افكر واحلل. لا لا لا، المطلوب من العذراء بقى ايه؟ عيشي بعفويه شويه وبفطره، بلاش المصنع ده ينتج كوارث. كوارث مفروض بقى تجاهلي شويه، تغافلي شويه عن قصد اون بيربز، يعني انا هتجاهل انا هتغافل، دي حاجه. عيشي بالفطره، ادي مساحه بقى لقلبك الاحساس. عكس صغير بقولها ادي مساحه لعقلك، لا انت ادي مساحه لقلبك، بلاش يود على القلب كل شويه عقلك يدخل، اوعى يا قلبي تعمل ده، اوعى تتصل، اوعى تاخد الخطوه، اوعى احسن يفتكروك. حراري قلبك شويه، ما تخليش عقلك مسيطر على قلبك، وهكذا. طبعا الكلام المفيد هو كل العذرائيين على فكره، بس عشان بمثل بلاش كابتل المشاعر يا عذرائيين، سيبوا مشاعركم تنطلق، ما تحطوش عليها قيود. مهم جدا عشان ما تخسروش نفس وما تخسروش فرص عاطفيه. في فرص عاطفيه ممكن تيجي للعذراء بس هو كابت عامل قيود، انا ما ينفعش اعمل ده، انا اعمل ده هيتقال عليا كلام الناس، افكر كل لفته، كل ده بيضيع فرص. فعشان تستقطنسوا الفرص اللي جايه في 2023، حرروا قلبكم شويه يا عذرائيين. الميزان، الميزان لازم يحسم اموره لانه متردد جدا جدا. بلاش نقول نسيب الامور هتتحل لوحدها، مفيش امور بتتحل لوحدها، هيضيع منك فرص. كثره التفكير والتردد والحيره وانك رجل قدام ورجل ورا، هيضيع منك فرص. فبالتالي الميزان لازم ما يقول يعني سايب الامور من غير ما يتحرك، لا ده هيخسرك فرص كتيره. اتحرك، خد قرار سريع شويه، ما تبقاش سلبي. متردد، اترك السلبيه، متردد وحيران ونعمل للتردد بيضيع وقت وبيضيع فرص. يعني العقرب، العقرب بقى لازم يخليه على طبيعته شويه في سنه، يعني في 2020 العقرب كتير ما كانش ما هو على طبيعته الغموض، وانا عايز يخليه على طبيعته يبقى اغمض، يفكها شويه بقى. العقرب فك الغموض بقى، انه ايه بقى، خليك على طبيعتك، بلاش تبذل مجهود قوي عشان تبدو غامضا اكثر. توضح للناس قوه مزيفه، قدره على التجاهل، قدره على عدم الاهتمام، بيبين ان هو مش مهتم، هو اكثر المهتمين. يعني انت بتستفيد ايه عقرب لما بتقعد توضح للناس، تلبس ماسك وانت قوي، انت قوي، مش لازم تكون على طول قوي، عيش ضعفك شويه. فهو العقرب لازم يتخلى شويه عن القوه المزيفه اللي ساعات بيدعيها وبيضغط على نفسه قوي عشان يظهرها، فلازم يسيبها. هنا الضعف قوه مشروعه. بالظبط، قوه ومشروعه الاثنين. يعني حاجة احنا كلنا فينا فطره، فينا ما جزء تحرر من ده. ليه ما فانت ايه تحاول تبين انك مش مهتم وانت مهتم قوي يا عقرب. القوس، بلاش الاندفاع ورا اهوائك. القوس اي حاجه بتطلع في دماغه ممكن يعملها من غير تفكير، فالاندفاع ورا الاهواء ده بيضيع لك او بيخليك تختار غلط. لا، ركز وفكر شويه. بيضيع حقوق وفرص اكيد. حقوق بقى دي انا عايزه اقولها. القوس السنه الجديده لازم ما ياخدش حقه بالقوه. سيب حقك شويه وسيبها تيجي لوحدها، لانك بتضيع حقك بالطريقه اللي انت بتاخدها بيها. انت عندك حق وكل الناس شايفه ان انت اللي عندك حق، بتستخدم بقى طريقه بتخلي الناس تقول لك انت اللي غلطان، فانت كده ضيعت حقك. لا، ما تضيعش حقك، وخدها بطريقه كويسه علشان تكسب حقوقك. الجدي، انا عايزه الجدي بقى بلاش ينفرد باتخاذ القرار. الامر شورى بينكم، ما ينفعش اللي يطلع في دماغك يا جدي تعمله هو ده الصح. بلاش العند بقى، ما تنفردش باتخاذ القرار. وعايزه الجدي تاني حاجه، بلاش ايه الربط ما بين الاحداث.
نظرية المؤامرة، الجدي كتير جدا يقعد يقول الجدي طول الوقت بيعيش بنظرية المؤامرة. هو ده اتصل في الوقت اللي ده كان قافل وده عدى، فانا ده اكيد مع ده فعمل ده فربطنا الاحداث فبقت في مؤامرة. وممكن يكون اصلا الامر ابسط كتير من كده. لا وكل ده محض خيال وكل ده محض خيال وصدف، فبلاش ربط. وبعد برضو الجدي بيصيبه لبعض الفترات انعزالية غير مبررة، بينعزل تدور عليه ما تلاقيهوش، انت اختفيت فجأة عايز تبقى لوحدك، طب برر، طب قول، طب اظهر. بلاش الانعزالية اللي بتجيلك every now and then كده، وبلاش حاجة تانية اللي تنفرد بقراراتك. خد آراء ناس كتير جدا. الدلو لازم يدخل السنة الجديدة مقلل شوية من الوسوسة والشكوك، عنده وسوسة ساعات بتمتلكه بيبقى بتقلقه جدا جدا وقلق كبير جدا، وبيعمل حساب الناس قوي. قلل من انك تعمل حساب للناس، مش الناس دايما هي اللي نحطها في الأول. وعايزه اقول حاجه، عاطفه الدلو شديده جدا جدا، عاطفه شديده لكن هو مش بيعرف يعبر عنها، ولا بيعرف ياخد خطوه، ولا بيعرف يبادر، ولا بيعرف يعبر، فبيبقى محتار في عاطفته دي يعمل فيها طب ايه. بس بيعرف يرشدها ولا ما بيعرفش يرشدها؟ لا ما هو بيكبتها، بيحتس فيها يعني. بيحتس فيها وبيكبتها. فانت لا ادي برضو العنان شويه، عبر، بادر، ما فيش مشكله خالص، وحاول تظهر دايما اللي جواك، يعني بلاش نكبته دايما. الحوت الاخير طبعا معانا اللي المفروض ما ياخدوش، يقل حساسيته شويه، لازم يكون اكثر واقعيه. مش كل الناس حسنة النية، مش كل الناس طيبة يا حوت، مش كل الناس تستاهل اللي انت بتديه يا حوت. لا، لازم تحب نفسك اكتر من كده. الحوت من الناس اللي عندها ايثار، يعني بتيجي على مصلحته، بيجي على نفسه، بيجي على اعصابه عشان يرضي اللي حواليه. لا، مش كل الناس. برج مائي زي السرطان. يقلل شوية.